أمام هذه المشاهد المؤثرة لا نملك إلا أن نقول الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على كلمة الحق والدين وعلى نصرة الوطن ونصرة الثورة. أيها الإخوة والأخوات، الأبناء والبنات، أحييكم بأجمل التحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعجز اللسان أمام هذه المشاهد، يعجز عن التعبير عما يجيش في الصدر من مشاعر الامتنان لله سبحانه وتعالى أن توج هذه المسيرة بالنصر. هذه مسيرة مباركة فيها الشهداء وأبناء الشهداء وزوجات الشهداء، هؤلاء هذه أجساد لم يبق منها إلا عظام، لم يبق منها إلا أشباح أجسام، ولكن الموتورات اللي تحركها مش موتور متاع كركاسة، هي موتور متاع طيارات في الحقيقة. قامات المنصف بن سالم وعبد الرؤوف بولعابي وأمثالهم، التحية مرة أخرى لهؤلاء الإخوة. كم نطقت ألسن وتخرصت بالباطل وتتساءل في جهالة شنو دور النهضة في الثورة وش قامت النهضة بالثورة، ليش ما يشوفوش هؤلاء؟ لماذا لا يرون هؤلاء الرجال والنساء والأطفال؟ عبد الرؤوف العابي مهاجر منذ 1981، أقدم مهاجر في هذا الوطن، من الوطن مهاجر من الظلم والفساد، لم تلن قناته، ما استسلمش نهار من نهارات. المنصف بن سالم وغيره من الإخوة، وحيي كل إخواني وأخواتي المهاجرين، وحيي عبد الرؤوف الماجري هذا المناضل الأصيل، حيوا معي عبد الرؤوف الماجري. أبناء النهضة توزعوا على 27 سجن، التحية للمساجين المناضلين. وأخوانهم في المهاجر توزعوا على 50 دولة في العالم، ولكن هذا الجسم الذي تمزق ظل مرتبطاً بروابط الإيمان والتوحيد والأخوة والوطن والعزم على نصرة هذه القضية رجالاً ونساء. فهل بعد اليوم يزايد أحد على مشاركة النهضة بهذه الثورة المباركة؟ هذه الثورة المباركة ليست ثورة حزب، هي ثورة شعب، ليست ثورة فئة، هي ثورة وطن. ولكن إسهام حركة النهضة في هذه المسيرة المباركة إسهام عظيم. بعض الناس يتصوروا بأن الهجرة هي اوتيلات 5 نجوم و7 نجوم وترفيه. من المهاجرين من ضاع في الصحراء، ومن المهاجرين من غرق في النيل، ومن المهاجرين حتى الآن من لا يزال مفقودا حتى الآن يبحث عنه. التحية للمهاجرين والمهاجرات.
هذه ملحمة، هذه ملحمة، ملحمة السجن وملحمة الهجرة، ملحمتان متكاملتان. وثم اللي ذاقهم الاثنين مع بعضهم، ضاق السجن وضاق الهجرة. التحية للجميع، لكل من ناضل من أجل تونس. المهم يا أخواننا أن نعتقد أمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. كل عمل عملته يا أخي يا أختي يا ابنتي يا ابني، كل عمل عملته في سبيل الله ما تندمش عليه وراه ما يضيعش، ولا تنتظر الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمام أجيال وراء أجيال لقيت الله سبحانه وتعالى وهي في حسرة وفي شدة وفي ضنك في السجون والمهاجر مقهورة: أنتم الجيل الذي أكرمه الله، نحن الجيل الذي أكرمه الله تعالى، فأشرقت الشمس في هذا العهد وتوجت مسيرة أجيال وراء أجيال توجت بهذا النصر. فالنصر للإسلام والنصر للحرية والوفاء للشهداء. نحن أيها الإخوة والأبناء والبنات والأخوات أمامنا مسؤولية كبيرة، أمام معاناة هؤلاء الرجال والنساء الحاضرين والغايبين اللي ماتوا ومزاء والأحياء. نحمل أمانة، كيف نحافظ على دماء الشهداء؟ كيف نكون أوفياء لدماء الشهداء؟ كيف نحافظ على هذه الأمانة ما تضيعش؟ ثم كثير من الثورات ضاعت، ثورة تونس ما يلزمهاش تضيع. كيفاش ما تضيعش ثورة تونس؟ ماذا أنجزنا حتى الآن؟ وماذا علينا أن ننجز؟ الثورة التونسية والحمد لله عملت شيء كبير في العالم. الثورة التونسية فتحت صفحة جديدة في تاريخ هذه الدنيا، في تاريخ العرب وفي تاريخ المسلمين. الثورة التونسية أعطت رسالة جميلة عن الإسلام، أن الإسلام حرية والإسلام ثورة والإسلام عدل ومساواة وأخوة وسلم وعلم وتقدم. ولذلك مثل ما الثورة الفرنسوية فتحت صفحة جديدة أمام أوروبا، أوروبا اللي كانت غارقة في التخلف وغارقة في الظلم وحكم وملوك الإطلاق والكنائس المخرفة، الثورة التونسية فتحت أوروبا على الديمقراطية وعلى العلم وعلى التقدم. هناك ملوك طاروا وهناك ملوك عرفوا قدرهم وسلموا السلطة للشعوب وتقدمت أوروبا. نحن العالم العربي ظل مخنوق بالديكتاتورية، بأنظمة الفساد والظلم، انتخابات إما غير موجودة وإلا انتخابات 99.99 انتخابات مزيفة وإعلام خشبي ومجتمع مدني مقهور. الثورة التونسية أعطت رسالة أن العرب هم أيضا، أن المسلمين يستحقون الحرية ويستحقون الديمقراطية أيضا. الثورة التونسية أعطت رسالة للعرب أنكم أقوى من حكامكم، وأن الطغاة والجبارين ما تخافوش منهم، راهم جبناء في الحقيقة. أحسن ما يعجبنا في بن علي أنه كان جبانا والحمد لله. لأنه هرب بكري، هرب بكري
ولو شد صحيح كان مش يطيح، ولكن كان باش يسفر معاه 5000 ولا 6000 روح، ولكن ربي التف بهالشعب التونسي فقذف في قلب الطاغية الرعب وهرب بليل تاركا أجناده. الناس اكتشفوا وتسالوا الحكام هم بهالضعف هذا، رأى الناس بسرعة كبيرة سرت روح جديدة في العالم العربي، فرأينا فرعون يساق إلى المحاكم كالقرد في قفص، ورأينا التحية لثورة مصر العظيمة. هذا صوت من الماضي، الماضي لن يعود يا حبيبي، انتهى. نحن في زمن جديد، نحن في زمن الحرية، نحن في زمن جديد. الرئيس اليوم هو الشعب المصري، اليوم هو سيد الموقف. التحية للرئيس مرسي أيضا. رأينا ثورة عظيمة في ليبيا، التحية للثورة الليبية العظيمة. ورأينا ثورة عظيمة في سوريا، التحية لشعب سوريا العظيم. التحية لثورة اليمن العظيم. نزيد ولا يكفي؟ البقية جاية زاد، استبشروا خيرا إن شاء الله. التحية لثورة العراق، نعم لانتفاضة العراق. انتفاضة العراق ضد الحكم الطائفي. نحن لسنا مع الطائفية، نحن مع الإسلام والوطنية، مع الحرية لكل العراقيين، مع الحرية لكل العراقيين ولكل السوريين ولكل المصريين ولكل العرب والمسلمين وللناس أجمعين إن شاء الله. تونس هذه الصغيرة بحجمها الكبيرة بمعانيها دخلت العالم، فتحت العالم العربي على عصر جديد هو عصر الشعوب، عصر الحرية، عصر الديمقراطية، عصر الإسلام والحرية إن شاء الله. ولذلك هل يمكن للماضي أن يعود؟ في أول الإسلام حصلت حركة ردة. اليوم العالم العربي بعض البلدان تشهد حركة ردة، هل ستنجح أم لن تنجح؟ لن تنجح بإذن الله. الماضي ماضي الفساد والاستبداد لن يعود، ولذلك ستفشل كل حركات الانتكاس. الأصنام، يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان يشير للأصنام فتسقط، لا مجال بعد اليوم للات والعزى ولهبل. الإعلاء اليوم هو لكلمة الحق ولكلمة الحرية لكلمة الدين إن شاء الله. ولذلك نحن مطمئنون إلى أننا دخل العالم العربي، ألحقته تونس بالعالم. العالم كان في واد والعرب في واد آخر، اليوم العرب على طريق الحرية وعلى طريق الديمقراطية بقيادة التجربة التونسية الرائدة.
التحية لشهداء ثورة تونس والدعاء لجرحاها بالشفاء، والتحية لعائلاتهم فهم قد رفعوا رؤوسنا، شهداء 17 ديسمبر 14 جانفي، شهداء كل المراحل، التحية لهم والوفاء، والوفاء للشهداء إن شاء الله. نحن قلنا الماضي لن يعود بإذن الله، لأن الشعوب ذاقت طعم الحرية ومعاش واكتشفت قدراتها وقوتها، واكتشفت أن الطغاة والجبارين ضعفاء. رموء الأصنام القديمة اللي هي نظام الفرد الواحد، الزعيم الأوحد والحزب الأوحد والإعلام الخشبي والانتخابات المزيفة والمال الفاسد، كل هذه الأصنام سقطت ولن تعود بإذن الله. نحن مطمئنون إلى أننا على طريق المستقبل. السنة الماضية كان ثم اختر متعردة في الحقيقة، بعد الزلزال الذي حصل في مصر بعض الناس طمعوا باش نحن اللي في تونس صدرنا الثورة حبوا يوردون الثورة المضادة، لكن الخطة فشلت ونجح الحوار الوطني. التحية للحوار الوطني الذي أنتج الدستور التونسي العظيم، وأنتج الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأنتج القانون الانتخابي، وأنتج قانون العدالة الانتقالية. التحية للمجلس الوطني التأسيسي، التحية للسيدة العظيمة محرزية العبيدي، ونحيي فيها أخواتنا الكتلة النسائية في المجلس الوطني التأسيسي، والتي أهدتنا عبر ممثلتها كلثوم بدر الدين، أهدتنا الدستور التونسي والقوانين الجديدة. ومع ذلك بعض الناس ظلوا يتكلمون أنه عن المرأة في النهضة والمرأة في الإسلام والمرأة منتقصة، ولكن نحن نتكلم بالوقائع والدليل وبالنماذج النسائية العظيمة اللي قدمتها النهضة واللي شرفت المرأة المسلمة وشرفت الإسلام. التحية لأخواتنا وللنهضويات في الداخل والخارج. والحقيقة أنه لولا صمود المرأة في أيام المحنة ما ظلت هناك نهضة وما قامت هناك ثورة. فالتحية للعنصر النسائي اللي صمد في أيام المحنة وأعطانا الدستور في أيام الثورة. تونس الآن والحمد لله تجاوزت المحنة، أفشلت مؤامرة الانقلاب اللي كانت السنة الماضية، الانقلاب على الثورة، وأصبح لتونس والحمد لله دستور. قطار تونس الآن محطوط على السكة متجها قدما نحو محطة تتوج فيها تونس أول دولة عربية ديمقراطية إن شاء الله، يتعانق فيها الإسلام مع الحداثة، الإسلام مع الحرية، الإسلام مع الديمقراطية، الإسلام مع حقوق الإنسان وحقوق المرأة إن شاء الله. ما زال ثم أخطار قدامنا ولا ما ذماش؟ ثم القطار ماشي للسكة، ماشي للمحطة متاعه على السكة، لكن ثم قطاع طريق ولا ما ذماش؟ إيه ما ذم قطاع طريق؟ ولذلك الحراس ينبغي أن يناموا ولا يظلوا يقظين، ينبغي للحراس أن يظلون يقظين. أنتم حراس هذه الثورة، وكل أبناء هذه الثورة وأبناء تونس حراس لهذه الثورة،
وينبغي أن يحذروا من قطاع الطريق. شكون هم اللي باش يقطعوا الطريق؟ الترجمة. شكون اللي باش يقطع الطريق على هذا القطار؟ قطاع الطريق كثيرون، ولكنهم سيفشلون بإذن الله ما دام الحراس يقظين. هنالك الإرهاب، وهذا أمر خطير، لأنه يسيء إلى ماذا؟ يسيء إلى عز ما عندنا، يسيء إلى الإسلام، الإسلام الحرية والإسلام العدل والإسلام المساواة والنظافة والعلم والتقدم. أش يولي الإسلام عند هؤلاء؟ يولي الإسلام تفجير وقتل وتخريب وذبح وتكفير الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة. هذا معقول؟ غير معقول، ولكنه واقع من وقع قديما وهو موجود حديث. ولذلك ينبغي أن نقول بلسان واحد للإرهاب: تونس تونس حرة، والإرهاب على برة. تونس تونس حرة، والإرهاب على برة. ينبغي أن نقول هذا بكلمة واحدة. قولوا معي: تونس تونس حرة، والإرهاب على برة. لا، ضعيف هذه، يقولوها بكلمة أقوى: تونس تونس حرة، والإرهاب على برة. تونس. الإسلام يا أخواننا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا نحن في الدعاء: نسأل الله يا من سبقت رحمته غضبه. فرحمة الله سبقت غضبه، ينبغي أن نقدم للناس رحمة الإسلام وعدل الإسلام وبركات الإسلام ونور الإسلام، وليس أن نخوف الناس وأن نجعلهم مرعبين. إذا ذكر المسلم تفرقت قلوبهم. نحن على يقين من أن الله حافظ دينه، وأن ربنا كتب: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن ندعو بالهداية إلى كل أبناء إلى كل أبناء وطننا، إلى شبابنا. وأنا أدعوكم يا أخواننا المهاجرين، أدعوكم إلى أنكم تهتموا بأولادكم، تردوا بالكم على أولادكم من أنه يضربهم الطاعون، هذا يضربهم الوباء. الآن هناك محارق مفتوحة للشباب الإسلامي، يؤتى بالشباب الإسلامي من كل مكان إلى طاحونة يطحنون فيها. ولذلك رد بالكم على أولادكم، علموهم الإسلام الصحيح، علموهم أن الإسلام عدل ورحمة، وأن حرمة المسلم عظيمة عند الله. أعظم إن علموهم بأن حرمة المسلم عند الله ودم المسلم أعظم من حرمة الكعبة، وأن جريمة قتل المسلم أعظم جريمة. ربنا في القرآن الكريم لم يعظم شأنا مثل تعظيم دم المسلم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من الأخطار التي تواجه ثورتنا هو الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي الضعيف. وأنتم إخواننا وأبنانا المهاجرون، أنتم أكرمكم الله سبحانه وتعالى، مكنكم من قدرات، ولذلك وطنكم ينتظر منكم الكثير.
الدستور التونسي أعطى حقوق لكم، أعطى حقوق للمهاجرين، ربما ما ذماش مهاجرين من أي قطر من الأقطار يتمتعون بمكانك التي تتمتعون بها أنتم. 10% من نواب المجلس الوطني التأسيسي هم منكم، هم مهاجرون. أيضا هناك امتيازات أعطيت للمهاجرين في إدخال سيارات وإدخال أموال معفية من الضرائب، هذا يجعلكم يا أخواننا المهاجرين، يجعل أمامكم مسؤولية لأنكم تساهموا في النهوض بوطنكم، تساهموا بالاكتتاب الوطني إن شاء الله. هناك اكتتاب وطني اليوم علمت بأنه حقق مليار دولار، حتى مليار دينار، التحية لهذا المشروع. مطلوب منا، مطلوب من أخواننا المهاجرين من تونس المهاجرة، مطلوب من تونس المهاجرة أن تمد يد العون إلى تونس الناشئة أو إلى تونس النامية حتى تساهم في نموها بالاستثمار. استثمروا أموالكم في بلادكم، أدعموا بلادكم، أرسلوا ما يمكن إرساله إلى عائلاتكم من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وبالمالية التونسية التي تشكو ألوانا من الأخلال وألوانا من الضعف. أنا أريد يا أخواننا أن أنبه إلى أنه بلادنا الآن نجت والحمد لله مما كان يتربص بها السنة الماضية. السنة الماضية قطار تونس كان خارج السكة، بقينا أكثر من 3 شهور المجلس الوطني معطل والبلاد تشعل، ولكن في النهاية أصبح أمامنا في إخوانكم في النهضة أصبح أمامهم الخيار واضح، إما أنه نحن ننقذ البلاد وإلا نحافظ على حق الحزب، حزب النهضة في السلطة. فقلنا بلادنا أغلانا من السلطة، تونس أغلى من السلطة، وتونس أغلى علينا حتى من النهضة، لأن النهضة ما جعلت إلا لخدمة تونس. ولذلك وقت اللي رينا بأن تونس فاختر الديمقراطية فاختر، ما قلناش والله نحن من حقنا نتمسكوا بالسلطة يا أخي، هذه السلطة خذيناها باستحقاق بانتخاب ونحن ما نفرطوش فيها. قلنا لا، تونس عز علينا من السلطة وعز علينا من الدنيا وما في الدنيا كلها إن شاء الله. ولذلك الناس كل الآن يا أخواننا حركة النهضة، بل تونس حيثما ذهبنا إلا ووجدنا الإعجاب، التقينا بمسؤولين فرنسيين وبباحثين بكثير من المفكرين في هذه البلاد ومن السياسيين وفي الولايات المتحدة وفي إسبانيا وفي غيرها من البلدان. حيثما ذهبنا ماذا نجد؟ نجد الإعجاب بالتجربة التونسية، نجد الإعجاب بحركة النهضة وما قدمته من تنازلات من أجل تونس نحن مناش ندمين عليها، لأنه بهذا أنقذنا بفضل الله بلادنا وأنقذنا تجربتنا. العالم العربي وقت تحلوا الخريطة متاعه وش تلقاو أشجار مكسرة ضربتها عاصفة شديدة، ولكن تلقوا في الغابة المكسرة تلقاو شجرة اسمها تونس لا تزال تقاوم الريح العواصف، لا تزال صامدة إن شاء الله. نحن معتقدين تمام الاعتقاد أن الغابة كلها، أن الأشجار كلها ستنهض إن شاء الله، كلها ستنهض، ستنهض مصر وسوريا والعراق والمنطقة كلها إن شاء الله.
ربنا الطف ببلادنا، الطف ببلادنا، فما تحملناش الأعباء اللي تحملوها إخواننا في بلاد أخرى. نبينا عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نطلب اليسر وأن نتجنب العسر ما دام اليسر متاحا وحلالا، والحمد لله أن بلادنا الآن تعيش في أمن وسلام، وهي متجهة قدما إلى محطة انتخابية مهمة ستكون علامة النجاح فيها. ماذا النجاح؟ هو أن تجري الانتخابات حرة نزيهة مستقلة بقطع النظر عمن نجح فيها. أي واحد ينجح، نحن نعتبر أن تونس نجحت إن شاء الله. لأنه اليوم سألني صحفي من اللي في قارو، قال لي علاش أنتم تقبلوا هذا التوافق؟ نجموا تحكموا وحدكم، أنتم جماعة النهضة كان ممكن تحكموا وحدكم وممكن تحصلوا على 51% تحكموا وحدكم. قلت له لا، قلت له أنا عمري الآن 72 سنة، لم أنتخب إلا مرة واحدة في حياتي. قلت له أنت الفرنساوي الصحفي، قلت له كم انتخبت من مرة؟ قعد يضحك، قال لي والله مانيش حاسبهم قداش. قلت له ما لا ثم فرق بيننا وبينكم، ثم فرق بيننا وبينكم، نحن الانتخاب جيلنا جيلنا ما انتخب إلا مرة واحدة في حياته، مرة واحدة كافية باش نطمئنوا إلى أن شجرة الديمقراطية رسخت في بلادنا، ولا ما يكفيش؟ ما يكفيش، ولذلك لازم نساعد على أرواحنا. في نصف القرآن كلمة دائما قدام عيني، شنو هي الكلمة؟ في سورة الكهف في نصف القرآن كلمة اسمها وليتلطف. ايش اسمها؟ وليتلطف. نحتاج إلى أن نتلطف بتجربتنا بهذه الشجرة الواقفة اللي ما زالت واقفة، لابد أن نتلطف بها، ومن ذلك نحن حريصون على نهج التوافق. نحن حريصون مش على أن نحصل على الأغلبية ونحكمه، وإنما حريصون على تجربة التوافق. منين جتنا الفكرة هذه؟ أقل التوافق شنو هو؟ أو بحذانا الأخ عامر العريض كان في الحوار الوطني، نحيي الأخ عامر العريض لجهده في الحوار الوطني. على كل حال هو نائبكم لأنه هو معروف أكثر مني لهنا عندكم. في الحوار الوطني وقت اللي وقع خلاف نسبقوا التشريعية ولا نسبقوا الرئاسية، وإلا يكونوا مع بعضهم كما اخترنا نحن، بقينا نتناقشوا شهرين كاملين، واحد شهد في الخيار والآخر شهد في الخيار الثاني، نحن قلنا التزامن، هم واحد قال الرئاسي قال التشريعي. على كل حال في النهاية قلنا أي خيار بلاد نريد أيضا في المستوى الاقتصادي أن الحوار الوطني وصلنا إلى خطة مش متاع حزب، وإنما خطة وطنية لإنقاذ بلادنا اقتصاديا. بلادنا يا أخواننا قدامها فرص عظيمة باش كما قادت المنطقة العربية قادتها في الديمقراطية باش تقودها في التنمية إن شاء الله. بلادنا عندها إمكانيات عظيمة، عند في ربي حطنا في جغرافيا مهمة في وسط العالم بين أفريقيا وأوروبا والعالم العربي. بلادنا سكانها منسجمون كلهم مسلمين وعلى مذهب واحد، كلهم عرق واحد، ولذلك ما كانش عجب باش الناس حيرين علاش الثورة قامت في تونس أولا، هذا السؤال محير المفكرين، وعلاش التجربة التونسية هي اللي نجحت حتى الآن، محير الباحثين السؤال هذا. نحن نقولهم ربي سبحانه وتعالى يحب تونس إن شاء الله. ربي سبحانه وتعالى لاطف بتونس، ولعل ربي
وهو مطلع على قلوبنا، راى بأن هذا هو اللي النجم نتحمله من البلاء، لو يزيد علينا أكثر ما نجموش نتحمله. بينما بلدان أخرى ربما ربي سبحانه وتعالى اطلع على قلوبها قال ما زالوا يتحملوا هذا، ما زالوا يقدروا يتحملوا أكثر، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل يضع رسالاته. المهم يا إخواننا أن نحن ماشيين إلى حكم تونس حكما توافقيا، المهم إخواننا نحن متجهين إلى أن نتم هذا المسار حتى نصنع نموذجا يذكر بدولة المدينة المنورة، يذكر بدولة ماليزيا وأندونيسيا، ويجعل تونس في مقدمة دول العالم إن شاء الله، دول العالم التي يلتقي فيها الإسلام بالحرية، الإسلام بالديمقراطية، الإسلام مع حقوق الإنسان، الإسلام مع حرية المرأة، الإسلام مع السلم في العالم. هذه رسالتنا ونحن ماضون إليها، وأنتم في المهجر الفرنسي أنتم سند كبير للثورة التونسية، سند كبير لتونس، أنتم بالعدد أكثر من نصف مليون، وأنتم بالقيمة أكثر من ذلك بكثير. ولذلك أوصيكم بأنكم تحسنوا تعليم أولادكم، علموا أولادكم، خلي أولادكم يوصلوا إلى أعلى الدرجات العلمية، علموا أولادكم بأنه المسلم حيثما كان هو كالغيث النافع ينفع. سألني أحد المواطنين قال أحسن للتونسي الآن هذا هل يرجع لتونس ولا يبقى لهنا؟ هل يرجع لتونس وإلا يمشي لبلاد عربية أخرى؟ جاوبت بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابي اسمه فوديك، اسمه إيش؟ فوديك. فإذا أخواتنا حاملات إن شاء الله يسموا بهالاسم باسم الصحابي هذا الجليل، اسمه إيش؟ فوديك. سأل الصحابي فوديك رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أي أحب البلاد لأقيم فيها؟ أين أقيم؟ كان يحدث نفسه بأن يقيم في مكة ولا في المدينة، كان باش يقول له أما تقيم في مكة ولا تقيم في المدينة، وكأنه على المسلمين كلهم أما أن يتنقلوا إما إلى مكة وإما إلى المدينة مع عظم قدر هاتين المدينتين. أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يبشر بدين عالمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قالوا يا فديك أو صحيح، قالوا يا فديك البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم. العالم كله قال له، وهذا تفسير لقوله تعالى والأرض وضعها للأنام، الأرض ربنا قال هي سواء للسائلين، الأرض كلها أرض ربي قال، والعباد كلهم عباد ربي، وين تلقى مصلحتك هذيك بلادك، وين تلقى مصلحتك هناك تقيم. ولذلك أنا أتذكر في خطبة لي في جامعة ستالينغراد عام 89، وقد مكنني الإمام المسجد اللي هو أخونا العربي كشاط، أخونا العربي كشاط خلال زيارة وفد منا نحن أبناء النهضة في بداية السبعينات إلى الجزائر في قسنطينة، التقينا بوفد من الجزائر من أخوتنا في الجزائر، فكل اثنين تآخيا تونسي وجزائري، أنا تآخيت مع العربي كشاط في سنة 72، قلت العربي كشاط أعطاني كلمة بجامعة ستالينغراد، قلت للمهاجرين أيها المهاجرون من تونس الجزائر المغرب، أنتم الآن تحدثون أنفسكم بالعودة إلى بلادكم، وأنتم معظمكم يسكنون في قربيات في مساكن ضعيفة مهرية، ويبني فيلات يبناها في القبلات ولا يبناها في ليماجس ولا يبناها في
أي قرية من قرى من سوق لحد ولا غيره، ويسكن في قربي في درنسي وإلا في أنتو وإلا في ولا فين في الأحياء المعروفة. نعم، الأحياء الفقيرة. قلت لهم دعوكم من هذه الأوهام، هذه بلاد بلادكم، أقيموا مساكن هنا، ابني مسكن، اشري مسكن هنا، اسكن في مسكن جيد وعيش حياة معقولة جيدة، وربي أولادك تربية جيدة، وكون مواطن صالح في البلاد هذه، لأن المسلم ينبغي أن يكون مواطنا صالحا في كل بلاد، يعتبر نفسه مسؤول، يطبق القانون، يقوم يؤدي حقوقه قبل أن يطالب بواجباته، يحترم النظافة ويحترم النظام ويحترم القانون ويؤدي الضريبة ويعلم أولاده خير تعليم. ولذلك تكون عندئذ تكون أحسن رسول لتونس وأحسن رسول للإسلام. ودع عنك فكرة أنك هاك اليوم هنا وكل يوم أنت مقرط الفليجة بتاعك وكل يوم تقول باش نرحل وما ترحلش، وعاش ممزق أولادك غديك وانت لهنا، أجمع شملك واسكن في مسكن جيد وكري وابني دار وعلم أولادك أحسن تعليم، والبلاد كلها بلاد الله والأرض كلها أرض الله، فحيثما أقمت فحيثما أصبت خيرا فأقم. أنتم هنا مواطنون في هذه البلاد تحملون رسالة الإسلام، إياكم أن يؤتى الإسلام من قبلكم، إياكم أن يساء للإسلام من طرفكم من طرف أولادكم، إياكم أن تنعتوا بأنكم ضد النظام وضد القانون وتتهربوا من الضرائب وكراهبكم ما تحطوهاش ونقايحها وتسيئون إلى الجيران. المسلم حيثما كان هو رحمة. قالوا من نصاحب بعدك يا رسول الله؟ قال لهم من تذكركم في الله رؤيته ويزيدكم في العلم منطقه. ولذلك المسلم وصف بأنه إذا رؤي ذكر الله عز وجل، وقت اللي حد يشوفك يتذكر صفات الله الحسنى، الله عالم وقادر والله رحمن ورحيم والله يكره المنكر والفواحش ويحب العدل، تذكر سلوكك يذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخواننا أنتم في موقع، أنتم في موقع المواطنة، أنتم في موقع مهم جدا، علموا أولادكم العلوم والصناعات وعلموا أولادكم الديمقراطية في البلاد والمشاركة في الحياة السياسية، وكونوا حيثما كنتم خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكرون الناس بأن الإسلام دين عالمي وبأن الإسلام رحمة وعدل وعلم وتقدم ومساواة. استيقنوا من أنكم فتحتم بلادكم الصغيرة تونس، فتحت أمام العالم العربي عصرا جديدا ولا عودة إلى الوراء، نحن دخلنا عصر جديد، عصر الحرية والإسلام، عصر الديمقراطية والإسلام، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.